مشاهدينا الكرام، ننقل لكم المؤتمر الصحفي للدفاع المدني لعرض الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين وإلى ولي عهده الأمين وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي النبيل وإلى الأمتين العربية والإسلامية، داعين الله أن يديم علينا الأمن والأمان والسلامة في الأوطان، إنه على ذلك قدير. اليوم ونحن جوار بيت الله الحرام نستعرض الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ لشهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة. يسعدني أن أقدم لكم الآن الضيوف المشاركين في عرض الخطة: سعادة اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، سعادة العميد علي المنتشري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، سعادة العقيد خالد الجهني المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة. سيتحدث كل من الضيوف في حدود 5 دقائق، وبعدها نترك المجال للإخوة الإعلاميين. الكلمة الآن لسعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير البرية والأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم شهر رمضان الكريم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. نود أن نستعرض الآن الخطة العامة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ في العاصمة المقدسة في شهر رمضان المبارك، والتي تم اعتمادها من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وكذلك تم اعتماد الخطة التفصيلية لهذه الخطة من لدن سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية. وتتمحور هذه الخطة حول عدد من العناصر، فنطاقها الزماني يبدأ مع أول يوم من شهر رمضان المبارك وتنتهي في اليوم الأول من شهر شوال القادم بإذن الله. تهدف الخطة إلى نشر مفهوم وأعمال وغايات السلامة العامة للمعتبرين وقاصدي بيت الله الحرام، وفي نفس الوقت أيضا نشر الوعي الوقائي وسلامة المواطنين والمقيمين في نفس الوقت. وقد تناولت الخطة وشملت العديد من الافتراضات التي روعي عند وضعها مسألة وجانب تحليل المخاطر كمنهج علمي في إدارة حالات الطوارئ. عمليات المواجهة التي اشتملتها الخطة تضمنت شرح للعمليات
اللازمة للتدخل والتعامل مع أي خطر من الأخطار الطبيعية أو الأخطار الصناعية التي قد تحدث لا قدر الله. وهذه الافتراضات يشارك في تنفيذها العديد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص والجهات المعنية ضمن منظومة الدفاع المدني في مثل هذه الحالات. وأيضا التنسيق مع الجهات الحكومية هو الأساس وهو الذي يبنى عليه من أجل إنجاح هذه الخطة، باعتبار أن منظومة التناغم والتنسيق والتناسق فيما بين هذه الجهات كلا مع كل يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح المأمول، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة وفقها الله. عمليات المواجهة أي فيما يتعلق بأعمال المديرية العامة للدفاع المدني تتمحور حول أعمال السلامة والمسح الوقائي كجانب أساسي، باعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وأيضا أعمال التدخل السريع من أجل الوصول إلى مواقع الحالات في زمن سرعة استجابة عالي ومثالي، أيضا أعمال الإطفاء المتعددة من ناحية وحدات إطفاء ثابتة ووحدات إطفاء موسمية ووحدات إطفاء متحركة، ويراعى فيها العنصر الزماني تبعا للظروف التي قد تشهد كثافة بشرية أعلى في بعض الأحايين، على سبيل المثال خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يشهد كثافة بشرية أعلى من العشرين الأيام الأولى. وأيضا أعمال الإنقاذ وأعمال الحماية المدنية من رصد وإخلاء طبي، وأيضا أعمال مساندة مثل التدريب، وأيضا أعمال التوعية، حيث قامت المديرية العامة للدفاع المدني بوضع خطة شاملة ومتكاملة تعنى بأعمال التوعية لنشرها لتصل إلى كل شخص معني بإيصالها وصول هذه الرسالة. أيضا هناك أعمال إسناد فيما لو حصل حالات تتطلب إلى الدعم والإسناد، وهناك أعمال التنسيق تعنى بأن تقوم كل جهة من الجهات الحكومية المعنية وذات الاختصاص بتوفير الدعم والإمكانات اللازمة والمطلوبة لتغطية أي حالة قد تتطلب ذلك الدعم، وأيضا يدعم ذلك كله مجموعة من المندوبين لكل جهة حكومية لهم مندوب يمثلهم على مدار شهر رمضان المبارك يتواجد في مركز العمليات الأمنية الموحدة من أجل سرعة الاتصال والتنسيق والتواصل فيما بينها. وأيضا هناك قوة للدفاع المدني تعمل داخل الحرم المكي الشريف من أجل مساعدة زوار بيت الله الحرام والطائفين والساعين ومساعدتهم فيما احتاجوا للمساعدة، وفي نفس الوقت التعامل والتدخل مع أي حالة تدخل ضمن اختصاصات ومسؤوليات ومهام المديرية العامة للدفاع المدني. وهناك العدد من غرف العمليات التي يتم تشغيلها بخلاف ما هو قائم في مركز العمليات الأمنية الموحدة، مثل عمليات الحرم المكي الشريف وغير ذوي العمليات المشتركة. أيضا أود التعريج على أن اتجاه لتحقيق المهام والمسؤوليات في شهر رمضان المبارك لم تقتصر على العاصمة المقدسة، وإنما هناك الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة المدينة المنورة، والتي اعتمدت من لدن سيدي صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة. أيضا تعتبر كما هو الحال في العاصمة المقدسة تقديم كل ما من شأنه خدمات الدفاع المدني بشكل عام، والتي كما ذكرت في بداية الحديث أنها تشمل جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص لتتكامل لتقديم الخدمات المطلوبة. وشكرا جزيلا لكم. الكلمة الآن لسعادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحرص المديرية العامة للدفاع المدني ومديرية منطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على العمل لمهمة شهر رمضان ابتداء من انتهاء مهمة شهر الحج تقريبا من حوالي 8 أشهر.
وذلك من خلال دراسة الخطط السابقة اللي تم تنفيذها والاطلاع عليها ومراعاة ما يستجد على الميدان خلال شهر رمضان القادم بمشيئة الله تعالى. العمل يتم وفق خطة عامة ذكر سعادة اللواء، خطة عامة للطوارئ في شهر رمضان المبارك معتمدة من سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. تطرقت الخطة لكافة الجهات المشاركة في المهمة، وبالتالي كل جهة تقوم بإعداد خطة تفصيلية توضح دورها ومهامها المناطة بها خلال المهمة. في دقائق سوف نتطرق للخطة التفصيلية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمعتمدة من سمو سيدي مستشار قادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. طبعا الخطة تطرق الكثير من جوانبها سعادة اللواء، هي تدور حول 4 محاور تقريبا. المحور الوقائي طبعا هو ديدن عملنا الدائم اللي هو عمليات المسح الوقائي خلال العام، وتزيد في فترة رمضان يعني بشكل أكبر من الأيام العادية لعمليات المسح الوقائي لكافة المنشآت والجهات ومقر وإسكان المعتمرين والحجاج لضمان سلامتهم بمشيئة الله تعالى. يندرج ضمن الجانب الوقائي مجموعة من فرق التدخل السريع، وهي عبارة عن دراجات نارية مشكلة على هيئة فرق إطفاء مصغرة، وفي نفس الوقت تقوم بأعمال المسح الوقائي للمباشرة جنبا إلى جنب مع فرق الأطفاء الأساسية للحالات الأولية والبسيطة التي تكون أو تقع في حدود مربعاتهم، ويكون انتشارها انتشار مكثف في أوقات الذروة في المنطقة المركزية، مراعين الوقت والزمان والكثافة البشرية اللي تتواجد في المنطقة المركزية. فيما يتعلق بالجانب الآخر اللي هو الجانب العملياتي، وهذا الجانب يتمثل أو يقوم بمهامه من خلال فرق الإطفاء والإنقاذ المنتشرة في كافة أرجاء العاصمة المقدسة والمدعمة أيضا في مهمة رمضان بنسبة يعني قد تصل إلى 150% خلاف الفرق الموجودة أساسا. طبعا يندرج ضمنها أيضا الفرق التخصصية المختلفة التي تشارك في مهام العملياتية سواء كانت حوادث إطفاء أو إنقاذ باختلاف كل الحوادث التي تقع لا سمح الله. يندرج أيضا ضمن الأمور العملياتية أمور الحماية المدنية بمختلف تخصصاتها سواء كانت رصد أو سواء كانت إخلاء طبي لمتابعة الحالة في المنطقة المركزية وكافة أرجاء العاصمة المقدسة. ذكر برضو سعادة اللواء قوة الحرم، وهذه قوة موجودة منتشرة عبر تقريبا من 50 إلى 60 نقطة داخل الحرم المكي الشريف، مدعمة برجال متخصصين خضعوا لتدريب جيد يتولون أعمال تقديم المساعدة لزوار بيت الله الحرام ونقلهم لمن يحتاج منهم المساعدة إلى المراكز الصحية المنتشرة في أرجاء الحرم المكي الشريف. في أيضا الجانب التوعوي، وهو الجانب يعتبر من الجوانب المهمة جدا واللي يخفف أعمال كافة الجهات أو المحاور الثلاثة السابقة، ويتم ذلك من خلال التواصل وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال أيضا توزيع بعض النشرات والمطويات والرسائل لزوار والمعتمرين وضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى 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 بعض الزيارات اللي تتم من رجال المسح الميداني للفنادق لمقر سكن المعتمرين في مقر اسكانهم باب توعيتهم ايضا وارشادهم لما فيه سلامتهم وامنهم باذن الله تعالى. في الختام اتمنى السلامه للجميع، اتمنى السلامه لضيوف بيت الرحمن لضيوف الرحمن، نسأل الله لهم السلامة ونسأل الله أن يكون مهمة رمضان مهمة ناجحة ومهمة يسودها الأمن والسلامة بإذن الله تعالى. شكراً.
الكلمة الآن لسعادة المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة استكمال لكلمة سعادة اللواء سالم سعادة العميد علي في شرح خطة عمل الدفاع المدني خلال موسم رمضان. خطة الدفاع المدني المدينة المنورة، الخطة التفصيلية اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، والتي تتمحور في ثلاث محاور أساسية. قبل بداية الخطة أحب أذكر أنه إحنا استعداداتنا بدأت من انتهاء موسم الحج كلجنة إسكان في عملية الإشراف على تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة في سكن الزوار. حملات الدفاع المدني للوقاية والمسح في منطقة المركزية والأسواق والمراكز التجارية. خطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تتمحور ثلاثة محاور أساسية. المحور العملياتي وهي دعم للفرق الثابتة، تم دعمها بسبع فرق موسمية على الطرق من وإلى المدينة المنورة، خمسة خارجية ومركزين داخل المنطقة المركزية وإسكان ومنطقة استقبال حجاج البر. عندنا كذلك فرقة التدخل في الحالات الطارئة في الحرم النبوي الشريف، تم تجهيزها للبدء إن شاء الله مع غرة شهر رمضان للتنسيق مع الإخوان في وكالة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وكذلك قوة الأمن الحرم لعملية نقل الحالات الطارئة التي تستدعي تدخل الدفاع المدني إلى أقرب نقطة إسعافية. عندنا فرقة التدخل في الحوادث، وهذه نشرها على الساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف في الحرم النبوي الشريف لمباشرة الحوادث التي تستدعي تدخلها بشكل مباشر. عندنا فرق رصد الغازات في مواقف الحرم السفلية وكذلك في الأنفاق المحيطة بالمنطقة المركزية لمراقبة عوادم السيارات، وفي بوابات إلكترونية في المواقف. من المعروف أنه في حالة انتهاء صلاة التراويح تكون تكدس السيارات في أثناء الخروج، فيكون في مراقبة الغاز عوادم السيارات على أساس ما تسبب أي حوادث. الحماية المدنية هناك خطة لها في أعمالها، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الفرق التدخل في الحالات الخطرة، تم تجهيز فرقة لمواجهة الحوادث الخطرة، وكذلك تهيئة الخطط، خطط الإغاثة، خطط المتطوعين، الإيواء، الإخلاء لاستخدامها وقت الحاجة. بالإضافة إلى أنه اللجنة الفورية المنعقدة بشكل يومي بعد صلاة التراويح يوميا حتى انتهاء صلاة التهجد في العشر الأواخر تكون منعقدة برئاسة سعادة مدير المنطقة بشكل يومي. عندنا المحور الثاني هو المحور الوقائي، تم مسح جميع المنشآت ودور الزوار اللي يسكنونها الزوار ومراعاة متطلبات السلامة فيها والتأكد من سلامتها. كذلك المراكز التجارية تم تهيئتها بمطلبات السلامة، وكان هناك حملة بدت من تقريبا شهر للكشف على المنشآت الهامة. عندنا في الجانب الوقائي خطة لعملية المباشرة من أول شهر رمضان حتى يوم العشرين ليلة عشرين، تكون هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية تكون فيها تكثيف للدوريات من يوم 20 إلى ليلة 27. المرحلة الثالثة من 27 حتى صباح يوم العيد، والمرحلة الأخيرة الرابعة تبدأ بعد يوم العيد حتى انتهاء فترة أيام العيد في مواقع المناسبات
التي تعقد في منطقة المدينة المنورة. المحور الأخير هو المحور التوعوي، خطة كاملة لإدارة التوعية والعلاقات والإعلام لنشر التوعية، سواء كان بين الزوار والمعتمرين من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم المدينة المنورة، وكذلك نشر الوعي للي يقدموا خدمات للزوار في سواء كان في الأسواق أو كان في دور الإيواء. في خطة لتوزيع البروشرات، لعمل محاضرات توعية، التعرف على مواقع متطلبات السلامة داخل المنشأة، واستخدام الدوائر التلفزيونية الموجودة داخل هذه الفنادق. كل الإمكانيات سخرت منطقة المدينة المنورة لخدمة الزوار والمعتمرين بجميع الإدارات الخارجية في منطقة المدينة المنورة. نسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح لنا في أعمالنا، وكذلك نتمنى لكل زوار والمعتمرين أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لضيوفنا الكرام المشاركين في استعراض الخطة. الآن نترك المجال للإخوة الزملاء الإعلاميين، الأستاذ سامي اليامي واس يتفضل مشكورا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أشكر لمديرية الدفاع المدني على جهودها المباركة وحرصها على تحقيق السلامة لقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك. سؤالي هو لسعادة اللواء سالم، في ظل المعطيات وحرص إدارة الدفاع المدني على تحقيق التوعية المتكاملة للزوار والمعتمرين، نود أن نتعرف على مدى التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني ووسائل الإعلام لتحقيق الوسائل التوعوية عبر كافة وسائل الإعلام. شكرا جزيلا. لا شك بأن التوعية مطلب ضروري وملح لإيصال رسالة السلامة والتبصير بالمخاطر أيا كانت هذه المخاطر. ومن أجل تحقيق هذه الغاية فقد قامت المديرية العامة للدفاع المدني بوضع الأسس اللازمة لتحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف من خلال توجيه اتجاهين. الاتجاه الأول يستهدف توعية الزوار والمعتمرين، والاتجاه الثاني موجه للإخوة المواطنين والمقيمين في نفس الوقت. الإدارة العامة للعلاقات والإعلام جنب المديرية العامة للدفاع المدني جنبا إلى جنب مع إدارات العلاقات والإعلام في منطقة مكة المكرمة أو في منطقة المدينة المنورة، قامت بالتنسيق الفاعل مع القنوات الفضائية من أجل الاستفادة منها لإيصال رسالة السلامة، وأيضا قامت بتفعيل اللوحات الإرشادية. على سبيل المثال في العاصمة المقدسة يوجد لوحات إلكترونية في بعض المواقع التي تشهد كثافة من دخول زوار بيت الله الحرام، على سبيل المثال مثل مدخل طريق مكة جدة السريع في الشميسي، أيضا في مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها في التنعيم، أيضا في منطقة العزيزية، وأيضا عند المداخل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، وبعض المواقف مثل مواقف كدي، وبعدة لغات. أيضا هناك نشرات توعوية وملصقات بأربع لغات: اللغة الإنجليزية واللغة العربية وأيضا لغة بعض الدول شرق آسيا. أيضا هناك تفعيل لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال 6 منصات يتم تحقيق هذه الغاية أيضا وتفعيلها، مثل حساب المديرية على تويتر والفيسبوك وإنستغرام وتليجرام وسناب شات،
وكلها عوامل تؤدي إلى السعي قدما نحو إيصال رسالة السلامة. أيضا لا ننسى القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تقوم ببث اللقاءات والأحاديث ما بين فترة وأخرى، والبرامج الهادفة التي تستهدف المعتمرين وتستهدف المواطنين، باعتبار أن الكثير من المنازل في شهر رمضان المبارك قد يظهر ما بين الفينة والأخرى بعض المخاطر مثل الأخطاء التي تحدث أثناء عملية الطهي، وبالتالي قد يتعرض بعض الأطفال أو بعض أفراد الأسرة لهذه المخاطر، فيتم التركيز على هذه المخاطر وفق الدراسات وفق الإحصائيات المستنبطة من نتائج التحليل الإحصائي للحوادث التي تقع. أيضا المديرية العامة للدفاع المدني أكدت وقامت بالتوجيه أيضا على تكثيف حملات التوعية من خلال الأسواق التجارية واستهداف المتسوقين، وأيضا هناك عمدت على إقامة مسابقة سوف تقوم إن شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك خلال هذا العام، من أجل تنشيط وإحداث نوع من المشاركة المجتمعية في هذا الهدف السامي النبيل وهو التوعية الوقائية. وشكرا. الأستاذ جمعان الكناني، صحيفة الرياض. السلام عليكم. سؤالي للواء سالم المطرفي. في ظل مشاركة 20 جهة حكومية في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ في رمضان، ما هي آلية التنسيق بين هذا العدد الكبير من الجهات؟ شكرا. أعمال الدفاع المدني ولا أقول أعمال المديرية العامة للدفاع المدني، وإنما أعمال الدفاع المدني مثل ما ذكر الأخ السائل الكريم، وهي التي يشترك فيها مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. لعل أن العنصر المهم الذي يتم تنفيذه من خلال خطة الطوارئ في شهر رمضان المبارك وكيفية استثمار طاقات ومقدرات هذه الجهات في حالات الطوارئ، لا شك أن عنصر العامل الزمني مهم جدا لتلبية الإمكانات المطلوبة في أي حالة من الحالات. ولتحقيق هذه الغاية وهذا الهدف، فإن هناك بما يعرف باللجنة الدفاع المدني الفورية، ويمثلها كرئيس اللجنة مدير الدفاع المدني في المنطقة، وعضوية أعضاء من الجهات الحكومية المعنية، وهؤلاء الأعضاء يشترط فيهم أن يكون لديهم صلاحية اتخاذ القرار. أيضا هناك غرفة عمليات التنسيق وأشرت لها في بداية الحديث، ويمثلها مندوبين أيضا على مدار الشهر يكونون متواجدين في مركز العمليات الأمنية الموحدة، أيضا هم عبارة عن قنوات اتصال دائمة وليست مع الحدث مثل اللجنة الفورية. وأنا أؤكد وأشير إلى أنه من خلال المواسم السابقة سواء موسم الحج أو موسم رمضان السابقة، كما لاحظ الجميع التعاون الكبير الذي كان ديدا الجهات الحكومية، وكان عملها في غاية الأهمية وفي غاية العمل بروح الفريق الواحد، وهذا هو الذي يأتي وفق التوجيهات التي ترد إلى كافة الجهات. ونطمح ونتطلع إلى مزيد أيضا من التعاون والتكاتف أيضا لتحقيق كل ما من شأنه سلامة زوار بيت الله الحرام وأيضا سلامة المواطنين والمقيمين. وشكرا. الأستاذ طالب ذبياني، صحيفة المدينة. بداية نسأل الله لكم العون والتوفيق فيما تقومون وتبذلون من جهود في سبيل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائر والقاصد البيت الله الحرام. تحدث سعادة اللواء عن أبرز المخاطر المحتملة، ولكن عند
الحديث عن هذه المخاطر لابد من أسس ومعايير بنت عليها المديرية خططها. ما هي أبرز هذه المعايير وما هي أبرز هذه الأسس وما هي المخاطر المحتملة والتي تم رصدها من قبلكم في إطار الخطة العامة للطوارئ الدفاع المدني في شهر رمضان؟ السؤال الثاني امتدادا لسؤال الزميل سامي، تحدثت سعادة اللواء عن التوعية فيما يخص الزائر والمقيم أو الزائر والقاصد بيت الله الحرم، ولكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموسم أو في هذه الأيام، ما هل من توجه لإدارة الدفاع المدني أو مديرية الدفاع المدني من حيث الترشيد وتخفيف الضغط والأحمال ودرء المخاطر قبل وقوعها فيما يخص الأسكان ومنطقة منطقة إسكان الزوار فيما حول المسجد الحرام؟ سؤالي الأخير في ظل استمرار المشاريع في المسجد الحرام، هل هناك توجه للمطالبة بإيقاف هذه المشاريع خلال الموسم؟ شكرا. فيما يتعلق بالمخاطر، هناك تحليل المخاطر يتم وفق مصفوفة المخاطر، وهي تعتمد على عنصرين: التكرار والشدة. أيضا النتائج والمؤشرات الإحصائية التي تدل على أن هناك ارتفاع نمط معين من الحوادث، هذا يقودنا إلى التركيز على هذا الخطر وإعداد الإجراءات اللازمة للحد من وقوعه وأيضا التعامل معه عند الوقوع. وأيضا هناك مثلا على سبيل المثال بعض المخاطر الطبيعية، لو ذكرنا مثلا مخاطر الأمطار والسيول، فإن هناك جهات أخرى أيضا تعتبر مساندة وداعمة وتقدم أيضا بعض النتائج الخاصة بتحليل هذه المخاطر وفقا لتخصصها. وعلى سبيل المثال لو ذكرنا المشاركة الفاعلة لهيئة المساحة الجيولوجية، وأيضا المشاركة الفاعلة لإدارات السيول في الأمانات، هذه كلها بتقدم أيضا وزارة المياه، كلها بتقدم تحليلات لبعض المخاطر الطبيعية وأهل ما جرى بقية المخاطر. وأيضا أؤكد بأن النتائج والمؤشرات الإحصائية دائما ما تقودنا إلى التوقعات للحوادث من حيث نوع معين من أنواع الحوادث يستوجب التدخل. وقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بوضع خارطة لتحليل المخاطر الطبيعية على سبيل المثال، على أساس أن يتم مناقشة ذلك تحت مظلة لجنة الدفاع المدني الرئيسية، وهي برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باعتباره رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية، وهي تعقد في الغالب مرتين في العام، يتم من خلالها استعراض كافة المخاطر وهذه طوال العام، ويتم العمل الفاعل على مدار السنة للحد من هذه المخاطر بالشكل الذي يقلل من الآثار والنتائج المترتبة أو قد تكون مترتبة لا قدر الله. ولكن أؤكد بأن جميع ما يرصد وجميع ما يذكر من تحليل الخطر، فإن التوقع للخطر قبل وقوعه أفضل من الانتظار حتى وقوعه، وهذا ما يتم العمل بموجبه وفق المنهج العلمي الصحيح لإدارة حالات الطوارئ، والذي يتركز في ثلاثة محاور. المحور الأول هو مرحلة أو محور قبل وقوع الحالة أو قبل وقوع الخطر، ما هي التوقعات التي من الممكن أن تحدث لا قدر الله؟ والمحور الثاني كيف تتم المواجهة؟ والمحور الثالث ما بعد المواجهة؟ وهذه كلها تدور حول مسألة التعامل العلمي والعملي في نفس الوقت من أجل النجاح، من أجل أن كلما افترضنا الخطر كلما كان النتائج المتوخاة للتعامل معه يكون بعنصري الكفاءة والفاعلية. السؤال الثاني يتعلق بالتوعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أنا أؤكد على ما ذكرته سعادة الأستاذ، وأحب أن أشير إلى أنه عنصر أساسي من عناصر الخطة التي اعتمدتها المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في توجيه الخطة الإعلامية حول الحد والتبصير من أجل تخفيض الأحمال الكهربائية خاصة في الفنادق
وفي المباني المخصصة لإسكان المعتمرين، خاصة إذا كان مجموعة من هؤلاء المعتمرين في أوقات يكونوا داخل المسجد الحرام أو لأداء مناسك العمرة، وهذا ما تم اعتماده ومراعاته ضمن أهداف التي اعتمدت للخطة التوعوية. فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالتوسعة، وهي مشاريع جبارة، وهي نهنئ كافة المسلمين في كافة أرجاء المعمورة على هذا الصرح وعلى هذا الإنجاز العظيم الذي تم لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وحجاج، وإن العمل فيها قائم على قدم وساق، ولكن أود أن أنوه إلى أن هذه الأعمال أيضا تخضع لمتابعة من قبل إدارات للسلامة. تم تكليف مقاولية الإنشاء والعمل داخلها بتوفيرها، وهي إدارة مؤهلة، وأيضا يخضعون لرقابة من عدة جهات. على سبيل المثال إدارة السلامة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو دور كبير جدا وإيجابي، وتعاونين جدا مع المديرية العامة للدفاع المدني لتحقيق غاية السلامة بالموقع. وأيضا هناك اللجنة الفنية التي تقوم أيضا من خلال بعض مهندسي السلامة بملاحظة متطلبات السلامة، وهناك فرق إطفاء ذاتية، وهو ما يؤكد عليه دائما المديرية العامة للدفاع المدني من أجل التدخل الفوري ريثما تصل فرق الدفاع المدني إن كان هناك حاجة لتواجد فرق الدفاع المدني. وشكرا جزيلا لكم. الإخوة الإعلاميين، كرما نكتفي بسؤال واحد حتى نعطي المجال لبقية الجهات الإعلامية المشاركة معنا اليوم. الأستاذ أحمد الإحياني، صحيفة عكاظ. السلام عليكم، مساء الخير. سؤالي موجه لسعادة اللواء سالم المطرفي، إلى أي مدى سيستفيد الدفاع المدني من مركز العمليات الأمنية الموحد 911 في تنفيذ خطة الدواري خلال شهر رمضان المبارك؟ وشكرا. شكرا لكم. مركز العمليات الأمنية الموحدة، والذي باشر عمله في شهر شعبان العام الماضي، يعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى نقلة نوعية وحضارية نظرا للتقنيات التي يوفرها المركز لتحقيق وتحقيق أهداف المنظومة الأمنية ككل، وليس المديرية العامة للدفاع المدني. ولا شك أنه من خلال هذا التواجد الأمني أحدث نوعا من السرعة القياسية في تبادل المعلومات، وفي أيضا التنسيق بين الجهات الأمنية وأيضا الجهات غير الأمنية، على سبيل المثال ذات الخدمة الطارئة مثل الهلال الأحمر ووزارة الصحة وشركة المياه الوطنية. من خلال العمل في الفترة الماضية، وليس فقط في شهر رمضان المبارك، في الأيام العادية أيضا وفي موسم الحج الماضي، كان هناك نتائج إيجابية تم يعني إظهارها من خلال العمل في هذا المركز، حيث تم تلبية الاستفادة من الخدمة بالشكل المتكامل، وأيضا الدقة في تحديد المواقع المطلوبة الوصول إليها من خلال فرق الدفاع المدني. والجميع يعلم بأن المعيار لأي جهة تقوم بخدمة طارئة هو معدل سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة، وهذا ما تم توفره من خلال الإمكانات المتعددة للمركز، فضلا عن أن هذا المركز يقدم مجموعة من النتائج الإحصائية السريعة لاتجاه الحوادث سواء تصاعدي أو انخفاضي. أيضا المركز يقوم من خلال الكوادر الموجودة فيه والإمكانات المتوافرة من تقديم موقع مخصص للأزمات والكوارث لتفعيل أعمال لجنة الدفاع المدني الفرعية ولجنة الدفاع المدني الفورية، وأيضا مندوبي الجهات الحكومية في أعمال الطوارئ، والذي ذكرته في سؤال سابق لأحد الأخوة.
ولا ونحن نتطلع أيضا إلى المزيد من خلال هذا المركز الذي يعتبر نقلة حضارية غير مسبوقة في مجال الاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية. ولا شك أن الأعمال الجهات الأمنية أعمال مرتبطة بعضها ببعض ومتداخلة، أحيانا تتطلب أن يكون هناك معرفة بسير العمليات الأمنية جنبا إلى جنب، وهذا ما حدث وهذا ما تم توفيره. وشكرا. الأستاذ فيصل السلمي، قناة الإخبارية. نشكر إدارة ومديرية الدفاع المدني على الجهود التي تبذلها من أجل سلامة ضيوف الرحمن. سؤالي هو: ما هي أهم المخالفات التي تقع فيها مساكن المعتمرين وكيف يتم التعامل معها؟ أيضا هل تم استبعاد بعض المساكن المخالفة أو المخالفة مثلا قبل شهر رمضان؟ شكرا. شكرا على السؤال. بالنسبة للسؤال بخصوص المخالفات في مباني إسكان المعتمرين، طبعا المبنى ما يسكن فيه حتى يخضع لكافة اشتراطات وتدابير السلامة وفق تصريح صادر من لجنة إسكان الحجاج. طبعا لجنة إسكان الحجاج لجنة مشكلة من كذا جهة أمنية وخدمية تتولى عملية متابعة تلك المباني المعدة لإسكان المعتمرين، تبدأ أعمالها من بعد كل مهمة إلى مهمة أخرى تدور حول توفر اشتراط السلامة في كافة المباني. والحمد لله يعني خلال الفترة الماضية تم تصريح تقريبا ما لا يقل عن 7,000 مبنى أو فندقي وسكني لضيوف الرحمن، وجميعها نحمد الله ونشكر ونثني عليه مكتملة باشتراطات السلامة. شكرا. بالنسبة للمخالفات اللي يتم رصدها في دور الزوار، حقيقة ما في أي دار إيواء يسمع له بإسكان المعتمرين إلا يكون مطبق جميع الأنظمة، ولكن تقع المخالفة بعد الإسكان. بعض الملاحظات اللي احنا نلاحظها اللي هي اغلاق مخارج الطوارئ، تعطيل أنظمة اشتراطات السلامة بشكل متعمد، استخدام بعض البدرومات لإسكان العمالة، وكذلك تكديس العفش في مسالك الهروب، فهذه أو الطبخ كذلك الطبخ داخل الغرف. يعني هذه كثير من أصحاب المنشآت المستخدمة كسكن قوم بعملية المخالفات. وهذه أول شيء طبعا تعقد اللجنة مباشرة بضبط المخالفة وإحالة إلى لجنة المخالفات السلامة مخالفات الدفاع المدني وإزالة المخالفة فوري. فحقيقة هذه أكثر من المخالفات التي نتابعها خلال موسم رمضان. علاوة على ما ذكره الأستاذ موضوع فيما يتعلق بزيادة الأحمال الكهربائية، يعني بعض الأحيان قد يلاحظ زيادة في الأحمال الكهربائية وترك مثلا أجهزة التكييف في حالة تشغيل مستمر. وأود أن أضيف بس على ما ذكر الزميلين إلى أن لا يتم التصريح لأي منشأة من المنشآت التي يتم فيها الإسكان إلا بعد أن يتم توفير مختص في أعمال السلامة مؤهل ومدرب على أعمال السلامة حسب لائحة مختص السلامة الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية. وهذا أتاح فرصة للمنشأة للتقليل من المخالفات
بشكل كبير جدا، والمديرية العامة للدفاع المدني متعول كثيرا، وتشكر في نفس الوقت المنشآت السكنية التي فعلت دور مختص السلامة من أجل الإسهام في الحد من الحوادث. ونحن نعلم أن بعض الحوادث تقع لأسباب كان من الممكن درءها قبل وقوعها. شكرا. الأستاذ أحمد الجهني، صحيفة الوطن. السلام عليكم. سؤالي لسعادة اللواء سالم المطرفي، كم عدد القوى البشرية والتقنية المشاركة في شهر رمضان المبارك، وما هي أبرز هذه التقنيات التي سيتم استحداثها واستخدامها في هذا الموسم؟ وشكرا لكم. القوى البشرية التي تعمل في العاصمة المقدسة تقارب من 5000 عنصر يقومون بالعمل على تنفيذ الخطة اللازمة لمهمة شهر رمضان المبارك. أيضا تعتبر كافة القوى البشرية في منطقة مكة المكرمة وبمحافظاتها تعتبر جهات مساندة لأي طلب أو أي تطلب أن يكون هناك إسناد، وهي موزعة مثل ما ذكرت في بداية الحديث أنه وفق دراسة معينة لأهمية التواجد للوحدات في مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى. وأيضا يدخل ضمن هذا التعداد هناك أيضا قوة مساندة من المديرية العامة للدفاع المدني بتتواجد طوال شهر رمضان المبارك. أما عن أحدث التقنيات فهي أكبر من أن تحصى في هذا المؤتمر، ولكن هناك تقنيات تتعلق. أولا استثمار برنامج سلامة وهو الخاص بتصاريح الدفاع المدني والذي تم تدشينه قبل أشهر قليلة جدا من لدى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهي خدمة كبيرة وفاعلة تمكن من إصدار التراخيص بشكل فوري، وأيضا عملية البلاغات التي يتم إيصالها لمعالجتها. أما التقنيات في الوحدات الميدانية على سبيل المثال في فرق التدخل، فرق مواجهة المواد الخطرة، فهي تحتوي على أجهزة محدثة ويتحدث ما بين فترة أخرى للتعامل مع الغازات والأبخرة السامة التي يتم رصدها أو مطلوب رصدها في أي حالة خطرة من الحالات. وأيضا هناك سيارات وآليات القيادة الميدانية وهي مجهزة على أحدث التجهيزات لنقل ومتابعة الحدث تلفزيونيا داخل الموقع وإصدار التعليمات والتوجيهات، وهي تتسع للمندوبين المطلوب تواجدهم من الجهات التي لها علاقة بأي حالة طارئة. وأيضا هناك العديد من المعدات الحديثة التي تم تأمينها في الوحدات بما يتعلق بأعمال الإنقاذ وأعمال الحماية المدنية. وهذه كل التقنيات الموجودة والمتوافرة والتي تحرص عليها المديرية العامة للدفاع المدني دائما وأبدا تسهم في عملية التعامل مع الحوادث أيا كان حجم الحادث وأيا كان اتساع دائرة هذه الحالة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أثبتت هذه التقنيات التي تم توفيرها أهميتها. ولا ننسى التقنيات التي ذكرتها في بداية الحديث ما يتعلق بالتوعية الوقائية واستخدام وسائل التواصل الحديثة بمختلف أنواعها من أجل تحقيق عمل تكاملي ينفع المواطن وينفع الزائر وينفع المقيم. وأما التقنيات في الجهات الأخرى التي هي يعتبرون أعضاء في أعمال الدفاع المدني فلا شك أعتقد بأن هذا ديدنهم وكما هو الحال في المديرية العامة للدفاع المدني. وشكرا جزيلا. الأستاذ تركي الأحمري، القناة الأولى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيام شهر رمضان المبارك من عامة المسلمين. السؤال إلى العميد علي المنتشري مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة. عميد علي، ما هي أهم الأمور التي تمثل هاجس وتحدي للدفاع المدني بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام؟ هل هناك قلق من بعض الأمور بالنسبة لكم؟ شكرا على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أي خطة في أثناء عملها لابد أنها تبنى على موضوع تحليل المخاطر، بالتالي أي خطر ممكن يعرض سلامة أهل مكة وضيوف الرحمن هو هاجس لنا، وإن شاء الله أنه ما يحدث بمشيئة الله تعالى. طبعا المخاطر ذكر سعادة اللواء قبل شوي أنها هي أساس أي خطة تعمل، وبالتالي تختلف المخاطر من خطر لآخر. طبعا من أساسيات عملنا أن نتوقع أي خطر حتى لو كانت نسبة وقوع 1%، وبالتالي أيضا نعمل على كيفية التعامل مع هذا الخطر، وترسم الخطط لكيفية أيضا إذا في إمكانية لتلاشيه. نسأل الله العلي العظيم أن يكون رمضان خير وبركة، ويكون زوار بيت الله الحرام في أمن وسلامة، وإن شاء الله أنه ما يقع أي شيء من المخاطر أو الأمور التي تقلق أحد، وإحنا إن شاء الله بمشيئة الله تعالى بمشيئة الله على أتم الاستعداد الكامل بتوفيق الله عز وجل لأي حالة تقع، ونسأل الله السلامة للجميع. الأستاذ بديع أبو النجا سعودي جازيت. السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي لسعادة العميد علي المنتشري، ما هي أبرز ملامح الخطة الإسعافية لقوات الدفاع المدني داخل المسجد الحرام، وكم عدد القوى فيها؟ شكرا. شكرا. بالنسبة لقوة الحرم المكي الشريف، طبعا كما ذكر سعادة اللواء تشارك المدير العام للدفاع المدني تنفيذ الخطة التفصيلية لإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بما لا يقل عن 5000 عنصر، وكل هؤلاء المشاركين في خدمة ضيوف بيت الرحمن. فيما يتعلق بقوة الحرم المكي الشريف، هذه قوة تعمل من خلال تقريبا من 50 إلى 70 نقطة، تختلف من وقت لآخر باختلاف الزمان أثناء شهر رمضان المبارك، وباختلاف طبعا اليوم والوقت، فيوزع على هؤلاء على هذه النقاط 70 نقطة تقريبا عدد جيد من الأفراد المدربين، يكون دورهم عملية الإخلاء للمراكز الصحية المنتشرة، طبعا بمساعدة برضو زملائنا في كافة الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في الحرم المكي الشريف، والواردة ذكرها مشاركتهم في الخطة العامة الصادرة أو المعتمدة من سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني حفظه الله. هذا يعني الدور الملقى على عاتق مهمة قوة الحرم، وهو عملية مساعدة ضيوف بيت الرحمن ونقلهم إلى أقرب مراكز صحية موجودة داخل الحرم المكي الشريف. شكرا. بالنسبة للإخلاء الطبي، بتكلم عن الإخلاء الطبي هذا يتم
تم اختيار مواقع إخلاء طبي في المنطقة المركزية بالذات وبالذات في حدود الحرم المكي الشريف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت شؤون صحية، الهلال الأحمر، كافة الجهات المشاركة الأمنية الأخرى، تم تحديد 4 مواقع يتم الاستفادة منها في حالة حدوث أي طارئ لا سمح الله. تم الاستعداد لتجهيزها تجهيز كامل لتكون مستشفيات ميدانية مبدئيا أو نقاط فرز يتم من خلالها بعد كده توجيه الحالات للمستشفيات الواقعة بحدود المنطقة المركزية أو خارج نطاق المنطقة المركزية. شكرا. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المشاهدون، ونحن نصل إلى ختام المؤتمر الصحفي، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم الشكر والتقدير، متمنين للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.